حسن، إذا خذوها سيكون ذلك هينا بما أنكم غدوتم خارقي القوة. أنتم أقوياء لكن ليس عند قيامنا بهذا. الآن بعدما تفرقتم غدوتم ضعفاء. ماذا؟ ها، إليك المزيد. والآن دوري، جناحي الغارقان. توقفوا توقفوا. والآن وقد احتجزتم داخل الكمين، ما عاد لديكم مفر. نعم. أهلاً، أنا من يجب أن يتدرب معهم وليس أنتم أيها المقنعون. حسناً، حان دورك. هيا يا محاربي النينجا، يمكنكم التدرب مع نينجا الليل. ليس الجميع معاً. لنجمع الأدوات الرياضية. انزلوني يا محاربي النينجا، لا أريد التدرب الآن. سرعان ما سيفقدون قواهم الخارقة دون الأدوات. هذا في حال لم يفرغها نينجا الليل. فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحبا. أنقذنا يوم الرياضة، سيعزز الجميع لياقتهم وقوتهم في النهاية. لا ضرورة لأن تكون قوياً جداً. طالما نحن نساعدك. مرحباً روميو، بفضل القبضة الخارقة أتحرك فوق الجليد أفضل منك. هراء، مختبري المتزلج صنع على يد عبقري وهو أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق أيها الساحر. لن تمسك بي. عضلات الساحر الخارقة. لا، نلت منك روميو. حان الوقت لتحريركما أيها المقنعان. أجل، لقد أحسنت صنعاً، كانت خطتك رائعة. أجل، نعتذر لأننا لم نصغي إليك مسبقاً. كلا، إنها غلطتي أنا، حين تخطر لي فكرة جيدة علي التمسك بها. أين أنتم؟ يبدو أن روميو قد تجمد كلياً. أيها المقنعون الصغار المزعجون، تقومون دائماً بإفساد متعتي. سأهزمكم في المرة القادمة. حسناً، هناك الكثير من الجليد، ومن هو أفضل منا لإذابته قبل صباح الغد؟ فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لا جليد اليوم، أنذهب للحديقة؟ سنركب دراجاتنا، لكن من الأفضل أن... في الواقع أنا لدي خطة لنذهب إلى حديقة الألعاب المائية. فكرة رائعة، هيا بنا. أوه، لابد أنني نسيت هذه. أوه، العثث ستأتي أيضا؟ هذا يلائمنا فعلا. أجل، سأكون لطيفا معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أعوان الآن، هذا ليس عدلاً. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. أنا آسفة، لن أستبدلك ثانيتين، ستبقين معي صحيح؟ لا نصل أيتها الفراشات. ف...
هل نهتف معاً نحن المقنعون؟ أنقذنا الموقف والناس نائمون. غريغ، أمايا، انظرا، إن كنت حذراً ورقيقاً. رائع، صح؟ انظروا إلى الفراشات السخيفة. هاي، انتبه. هل كنت فظاً؟ هاي، توقفي، أكره الدغدغة. توقفي. هذا لأنك كنت فظاً معها. حاول أن تكون لطيفاً. ماذا أفعل الآن؟ أصبح لديك أصدقاء جدد. حسناً، أعتقد أنها رائعة فعلاً. لا أيها الروبوت، انتظر، توقف. مرحبا. يبدو أننا استفدنا من كتاب فلاسي فلاش في النهاية. استيقظ يا قطعة الخردة المعدنية. شكرا يا سيدتي، أشعر بحال أفضل. ماذا؟ البومة ليست سيدتك، بل أنا سيدك. إن البومة عبقرية. يا للعجب، يبدو أن الوقعة قد جعلت الروبوت أكثر ذكاء. روميو، أجل، أحسنت أيها الروبوت، والآن أمسك بذاك الشرير. أنزلني. أعد الكتب كما كانت. هذا رائع، كتاب القصص خاصتي. يبدو أن كتاب فلاسي فلاش ليس سيئاً جداً. روميو، أتحب القراءة حقاً؟ ماذا؟ لا. فلاسي فلاش، أركلي ودمري. أوج. لقد أفسدتم خطتي هذه المرة أيها المقنعون الصغار، لكني سأعود. روميو، إنه يهرب. لا تقلقوا، سأمسك به. ماذا؟ أحسنت أيها الروبوت، والآن سنعيد هذه الكتب. أجل، ليتمكن الجميع من قراءة قصصهم المفضلة. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحى، لقد استعدنا كتبنا. بوسعنا العودة لقراءة القصص. انظروا، إنه كتاب فلاسي فلاش. أتريدين قراءته أمايا؟ لا، سأقرأ هذا الكتاب اليوم، إنه عن البوم. قط وسحلية على عصا القفز الكبيرة، سيكون هذا عرضاً مسلياً. حقاً؟ راقب حركات الزاحف. ماذا؟ مهلاً، أصبحت الآن بارعاً في استعمالها، إنها ملكي. نجح الأمر. أين أنتما؟ حان دوري الآن. أعيدها إلي. حسناً إذاً. استعدها الآن أيها القط. هاي، ابتعدا عني، توقفا أيها المزعجان المقنعان. الآن بوما. أحسنتما عملاً. وأحسنت في استعمال العصا. زاحف، أنت الأروع أكيد. هذا ليس عدلاً، لا أريد التجول على قدمي بعد الاستيلاء على العالم. ربما يجدر بك أن تجرب عصا القفز. كن حذراً، الأمر صعب إن لم تكن سحلية متمرسة. لا يهم أيها المقنعون، فهي عصا القفز خاصتي، لذا سأقفز عليها بالطريقة التي أشاء. حسناً، علينا إغلاق هذه الفتحة قبل النهار. سنساعد. ماذا سنفعل؟ شكراً، لكن أنا المسؤول عن انهيارها، لذا سأصلحها بنفسي. بسرعة القط الخارقة. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. كان ذلك وشيكاً، جرب مجدداً. لا، سأدع غريغ يجرب. أو حسناً.
وشيكاً. شكراً بوما. العفو. آسف لتصرفي بلؤم معك. وأنا كذلك، تحمسنا كثيراً. إنه ذنبي، آسفة جداً لأنني حولت كل شيء إلى منافسة لأنني أردت الفوز طوال الوقت. ابتعدي عني أيتها الدمية السخيفة. لونا لا تستسلم، أعتقد أن علينا التوقف عن التنافس والفوز بهذا معاً. أجل. والآن ماذا كنت أفعل؟ أجل، هل أنت مستعدة لجولة أخرى؟ انظري إلي هنا. ماذا؟ أجل، أعدي هذا. حصلت عليها، انتهت اللعبة لونا. أنتم أيها المقنعون تفسدون كل شيء. توقفي أيتها العثث، الجميع فائز، اتفقنا؟ لو حلونا، أخرجني من هنا، سأفوز في المرة المقبلة أيها المقنعون. يبدو أنها سئمت من محاولة الفوز مثلي. والآن علينا أن نعيد الدمى. من يحمل دمى أكثر هو الفائز. أنسى. لنهتف معا، نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس هائمون. مرحبا كاميرون، وجدنا السفارة. رائع، شكرا. أمايا، أنت مستعدة؟ بالتأكيد يا فريقي، لنلعب. ذلك الصوت، صندوق الصوت خاصتي، احذروا أيها الصامتون الحمقى، كاد أن يتحطم. لا يمكنك الفوز راميا. ها؟ يا للهول، تتكلم بصوتي. ها؟ وأنا لا أتكلم بصوتي. كلا، تتكلمين بصوتي. ماذا؟ هذا لا يعقل، أتكلم بصوت زاحف. هكذا أفضل بكثير، أنتم جميعا حمقى. ها؟ أنا خلفك. في الواقع أنا هنا. كلا، أنا هنا. هنا 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 هنا. توقف. هنا 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 هنا. أنا هنا. أي زر أضغط؟ أتكلم بصوتي مجددا وليس صوتك. هي، أخبرني ما خطب صوته. أنا استعدت صوتي. وأنا استعدت صوتي. أجل. أعيدوا لي صندوق الصوت خاصتي. صندوق الصوت. أو لا، أنا أفقد صوتي. أعتقد أنه لا مزيد من سرقة الأصوات يا روميو. لنهتف معا، نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس نائمون. ظننت أن إلقاء القصيدة أمامكم أمر صعب جداً، ظننت أنكم ستسخرون مني، لكن الأمر سهل، والآن انتهيت. أحسنت غريغ. صوتكما. لا، كنا نمزح. أهلاً بكم في أفضل برامج النينجا التلفزيونية. لن تصدقوا ما سترون، انتهى العرض، سلم السيف. انسى الأمر، ما دام السيف معي لا فرصة أمامكم للفوز. ها؟ إياك أن تسحب السيف أيها النينجا، وحده المعلم يفعل ذلك. لا، حافظ على هدوئك. مرحبا، لما لا يسمح لكم باستخدام السيف؟ ربما لستم بارعين بما يكفي، إنه بارع، صحيح؟ ماذا؟ كلا، غير صحيح، أنا فقط أفضل منكم في استخدامه. لا، توقفوا، 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 ابتعدوا عني. لا، سيفي. توقف عن تصويرهم، أنا نجم العرض.
أجل. كفوا عن الصراخ أيها المحاربون، أنتم تشعلون غضبي. أحسنتما صنعاً، فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لنرى إن عاد برنامج المعلم. أهلاً بكم مجدداً يا محبي المعلم فانك، وشكر خاص لمن أعاد لي سيفي. أياً كان هو. لم تتقن تلك الحركة، لكن لا تغضب. أجل، لا داعي للغضب إن أخطأ، صحيح؟ سأتابع المحاولة حتى أتقنها. والآن سأطفئ شمعتي. ما هذا الضجيج؟ تذكر، الفائز من يدخل أولاً. أنا الفائز. ماذا يفعل أولئك المقنعون الحمقى؟ مهلاً، أهذه إحدى ألعاب الحفلات؟ هيا، جولة إضافية. أنا في مركبة الزاحف، إذن أنا الفائز. ماذا؟ شكراً أيها الفتى القط. كفى يا محاربي النينجا، هذا ليس مضحكاً. اذهبوا، سأريكم يا مفسدي الحفل. التنظيف التلقائي. أكنت ستفجر الكعكة داخل المركبة بدون تنظيف؟ فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. هذا الحفل رائع بالفعل غريغ. شكراً. ها؟ بالونات المعلم فانك؟ ظننتك تفضل السحالية أكثر. هذا صحيح، لكن هذه لك. واو، شكراً غريغ، سأحتفظ بها لعيد ميلادي. سأقيم حفل المعلم فانك، هل أخبرتكما؟ مع كل ما يخص المعلم فانك، من زينة وقالب الحلوى وألعاب الموسيقى و... صالونا جيداً، ستجده بعد مدة طويلة. لنعد كاميرون لفراشه آمناً. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أو آسف، لا مزيد من اللهو. أنا قلنا الموقف والناس نائمون. مرحباً كاميرون، ماذا تفعل؟ لا شيء، أعني الأمر صعب جداً. أجل، دعني أعلمك. انظر، إنها تمشي. هاي، أنا أشم رائحة بسكويت. توقفي، أوقفها أيها الروبوت. لا يمكن لأحد الهرب من شعاع لونا، ولا حتى أنت. هذا صحيح. العثاث لونا، روميو، الروبوت منشغلون الآن. حان الوقت للخطوة التالية. عضلات الزاحف الخارقة، أمسكتم.
لا يمكنني تصويب الليزر بدون التلسكوب. حسناً، لا مزيد من الضحك. هيا ابتعدي. هي انتبه إلى خطواتك أيها المختبر المتنقل. أحضر التلسكوب أيها الروبوت. فات الأوان أيها الروبوت. سرعة القط الخارقة. نجحنا. لا يمكنني الحساب، لا يمكنني الحساب. مستحيل. انقضى الأمر روميو، لا يمكن للتلسكوب مساعدتك، لقد هزمناك. كل خطوة على حدة. لا يزال لدي جهاز ليزر الفضاء. ماذا تفعلين؟ اتركي. إن كان هذا ما تريد. لا، ستدفعون الثمن لاحقاً أيها المقنعون الصغار. انتظرني سيدي. هاي لونا، نعمل بشكل رائع معا، انضمي الينا. كان ممتعا، سنغادر الان. الى اللقاء ايها المقنعون. حسنا، انتهينا. ليس بعد. صحيح. يجدر بنا اعادة التلسكوب الى مكانه. فلنهتف معا، نحن المقنعون انقذنا الموقف والناس نائمون. انجزت كل جزء على حدة وأنهيت نموذج المجموعة الشمسية. انظرا. واو، عرض إضاءة مذهل. أشبه بالخيال. راقبوني بينما أهرب من هنا. مهلا، إلى اليسار. نفذ أوامري أيها المختبر الأخرق. أصبح روميو أخرق يعجز عن الهرب. أوه، لكن كيف سنوقفه؟ وجدتها. عندما جربنا ألا نتصرف بخراقة تفاقم الأمر وتسببنا بارتطام السيارة. صحيح. لذا علينا استغلال خراقتنا. القبضة المنزلقة، الترنح وكثرة التعثر. إنها أشبه بقوة خرقاء. رائع. مختبره يتحرك وليس مستقرا، لذا علينا توقيت الأمر بدقة. إنه قادم. جاهزان؟ انطلقا. قبضة الزاحف المنزلقة. هو الترنح. قبضة الزاحف المنطلقة. مرحى. انتظرا زوال مفعول الشعاع. مهلا، بوسع السير في خط مستقيم. لقد أفسدتم كل شيء أيها المقنعون. فلنهتف معا، نحن المقنعون أنقذنا الموقف والناس نائمون. رائع رؤية معرض علمي عادي وليس تجربة علمية جنونية. أمايا، كونر، يقول المعلم إن علينا نقل بركاننا إلى هناك. سأتولى الأمر، عد إلى طبيعتي، لذا سأسيطر على الأمر. أوه، حسناً، ربما لست طبيعياً. لقد أحب إيقاعك. يتجاوبون معه. محقة، يمكنني القيادة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. يسار، يمين، استديروا، عودوا، اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محاربي نينجا، استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محارب النينجا لي وليس لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. قد لا أحتاج إلى طبلي لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء أيها المقنعون. آسف نينجا، لكن هذا ليس موكبك، إنه لنا. والجميع يريده ملوناً ومبهجاً. ولهذا أوقفناك. ربما تمكنت من ردعي هذه المرة، لكن لن يكون سهلاً في المرة المقبلة. كان
كان هذا أفضل موكب استيراد ديل. نعم تقريباً، لكنه سيكون أفضل غداً. صحيح أيها القط؟ أجل، لكن أولاً لنطل العوامات مجدداً ولنعد الأعلام إلى مكانها. فلنهتف معاً نحن المقنعون: أنقذنا الموقف والناس نائمون. بدأ الموكب الاستيراد ديل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفزوا، استديروا، اقفزوا، هيا. واحد، اثنان، ثلاثة. حالما أضع العلم في قاعدتي ستصبح المدرسة ومقر المقنعين لي للأبد. ها؟ تأخرتم أيها المقنعون، هيا يا محاربي النينجا. النصر لي. يبدو أنه سريع للغاية أيها الفتى القط. لا يمكننا أن نمنعه من الفوز. يؤسفني أن صديقكم الزاحف ليس هناك ينحني لنينجا الليل الفائز، لكن محارب النينجا يستطيعون. ماذا يحدث؟ أين عالمي؟ لم تتوقع رؤيتي يا نينجا الليل؟ لكن هذا مستحيل، لقد كنت عالقا. إلى أن جاء صديقاي وتركاني هنا على السطح، وبخاصية التخفي أمسكت بالعلمين بسهولة. بالإذن، علينا أن نضع العلمين على قاعدتنا. المقنعون الصغار يفوزون. هذا خطأكم يا نينجا، أنتم لا تستحقون مدرسة نينجا الليل الليلية، طلاب سيئون. نجحت أيها الزاحف، فلنهتف معاً نحن المقنعون: أنقذنا الموقف والناس نائمون. أنا لا أرى شيئاً، أتسمعه؟ لا، الأمر ليس سهلاً من دون نظرك الثاقب وأذني. قد لا تكون لدي حاسة خارقة، لكنني ما زلت أشعر بأنني سأفوز. تضغطه، غريغ هو الفائز. أنت الأفضل في هذه اللعبة. أجل، أثبتت ذلك لمرتين. شكرا لكما، لكنكما لا تزالان أفضل صديقين على الإطلاق. الوزن ثقيل، اقفزوا جميعا الآن. مما تخافون؟ أنتم نينجا، ستكونون بخير، اقفزوا الآن. لا، يريدهم أن يقفزوا. علينا أن ننقذهم. أمسكت بك. أنت بخير؟ حسناً حسناً يا محاربي النينجا، أنا أعتذر، ربما كنت منفعلاً قليلاً. هيا هيا. أنا أحبكم أيضاً يا محاربي النينجا. أنت رقيق جداً. هذا يكفي، هيا بنا. إلى اللقاء. لنعد العربة إلى المتحف الآن. فلنهتف معا نحن المقنعون: أنقذنا الموقف والناس نائمون. من الرائع أننا سنذهب في الرحلة. أجل، وقال الأستاذ إنه يمكنني أن أكون قيدة أيضا. هيا يا أتباع أمايا. أتباع أمايا؟ أنا أمزح. أنا السبب في حصول لونا على سيارة كاميرون، تركتها خارجاً طوال الليل. لا بأس زاحف، سنساعدك في استعادتها. وأعرف كيف سأستعيدها. أمسكين أنفاقتي. هاي، هذا لي.
لنا السيارة وسنعطيك إياه. أوه حسناً، سأهزمكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. زاحف، سأذهب في جولة بسيارة كاميرون سريعة جداً. حسناً، شكراً. أوه يا للروعة. أوبس، قوان خارقة، هذا ذنبي. سنتمكن من إصلاحها قبل الغد، فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. سيارتي؟ آسف، أنا سبب في ضياع سيارتك، لكنني وجدتها. شكراً لك، آسف لأنني غضبت منك. ها؟ ماذا حدث للبوق؟ يبدو مختلفاً. كسرته، كان ذلك خطأي أيضاً، لكنني أحضرت بوقاً جديداً. لقد أعجبني، إنه رائع. الفتى القط مستعد؟ مستعد. رياح البوم الخارقة. هاي بذوري. سخيفة. سيطرت على جميع البذور. حقا؟ شاهدوني وأنا أزرع المزيد. لنجرب فكرتك. النباتات العادية تحب الضوء والماء. لن تحب هذه النبتة السيئة ذلك، أكيد. الأمر ينجح. المقنعون الصغار، سأعود. نجحنا، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ولسنا نائمون. جائزة أفضل زهرة دوار الشمس لي أمايا. أريد أن أشكر صديقي على نصائحهما، رائع معرفة كمية الماء المناسبة والإضاءة الملائمة. فعلياً هذه الكأس لكما. أجل أبطال. أنت مجدداً؟ لن تشتت انتباهي هذه المرة. قفزة القط الخارقة. تأخرتم كثيرا أيها المقنعون، سأضرب المدينة كلها بأمواجي. لا، إنها حفلة أيها المقنعون. فلنستمتع. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا؟ هاي، نجحت زاحف. كيف وصلت إلى هناك؟ ما زلت بطيئاً. قد أكون بطيئاً، لكن لأن انتباهي لم يتشتت تمكنت من الوصول بسرعة. أجل أجل، لا مزيد من البطء. واو، رقصة الزاحف، رقصة الزاحف، رقصة الزاحف. أكره رقصة الزاحف، أكرهكم أيها المقنعون. سأنال منكم يوماً، سأنال منكم. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحباً. مرحباً. هل أحضرت كرتك؟ أرنا تلك الخدعة. بالتأكيد، لكن لاحقاً، حان وقت دراستي الآن. محق، أحسنت لأن انتباهك لم يشتت. شكراً،
لنضرب كفوفنا ببطء. أجل. الإعصار الدوار. ماذا؟ أحسنت، نجحت. لننقذ المسابقة. ماذا؟ لا، عضلات الزاهد الخارقة. أيها المقنعون المزعجون، أنتم تفسدون علي وقتي باستمرار. أتعلمين؟ لديك حس رائع بالإيقاع. حقاً؟ أتعني ما تقول؟ أعني ذلك، أرينا حركاتك. اقفزي ثم اختمي بحركة الإعصار الدوار. أجل، أحب ذلك. انظري إليهما، الفتى القط بارع في أداء حركة الدوران. لنعد المعدات إلى المدرسة. الفتاة الأولى تستمتع بوقتها، وعلى الأرجح لن تمانع ذلك. لنهتف معا نحن المقنعون، أنقذنا الحفلة والناس نائمون. تحسن أداؤك فعلا. شكرا. واو، حركة رائعة كونار. أظنني تعثرت. أو تعلمون، سأسميها الانزلاقة الدورانية الشهيرة. تدور، تتعثر، تستمر بالدوران. أتريدون التجربة؟ أجل أنا. مستعدون؟ واو، كانت تلك حركة خارقة بالفعل. أجل، لا أعلم ماذا حدث لي. شعرت فجأة بأنني أقوى من أي وقت. هذا لأنك أردت إنقاذنا من الخطر واستعملت كل نقاط القوة الخارقة لديك. محقان. أعد الوسام لي، إنه ملكي. لن يكون لك أبداً. لكن أنا من حطم الصخرة ورميتها على مقركم الرئيس. أنت رميتها، لكن زاحف من حطمها بقوته الخارقة. هذا غير منطقي. كيف يعقل أن يكون الزاحف أقوى مني؟ لأن القوة الحقيقية نابعة من اهتمامك بأصدقائك. أين التسلية في ذلك؟ لا بأس، احتفظوا به، لكنني سأعود في وقت غير متوقع. أيها المقنعون محاربي نينجا، سأرسلكم مجدداً إلى المعبد الجبلي لمزيد من التمرينات. أنت تستحق الوسام عن جدارة. شكراً، لكنه من مكان بعيد وهو مرتبط بأسطورة. من يحتاج إلى وسام على أي حال؟ سأضعه في المتحف ليراه الجميع. رائع، وربما هناك طريقة أخرى لإثبات قوتك مجدداً. فلنهتف معاً نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس نائمون. لابد أن الذي حطم تلك الصخرة قوي جدا. من الذي فعلها؟ إنه اللغز. قلصنا كل العثاث. لن أحصل على جميع الطوافات، لكنني سأخذ المفضلة لديك أيها الزاحف. لو حلونا. لقد نلنا منك لونا. أتظنون أن بضع علب ستوقفني؟ لابد أنني قلصت عقولكم أيضا. ابتعد عني هذيك الحبش الأملاء. عضلات الزاحف الخارقة.
صنعاً، لكن كيف سنعيد ذلك الطائر العملاق؟ حسناً، سأتوقف عن اللهو بجهاز التكبير، وحان الوقت لإعادته إلى المقر الرئيس وترتيب المقر. فلنهتف معاً نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس دائمون. واو، يبدو المكان رائعاً. استغرق هذا وقتاً، ولكن الآن عاد كل شيء إلى مكانه. انبطحان. على الأقل وجدت كاميرتي. أتيتم لتشهدوا انهيار برجكم الصغير. لن يحدث هذا أبداً. أيها الفتى القط، استعد للطيران واتبعني. حين أقول هبوط، ادفع ذراعا للأمام بقوة. هبوط. أمسكوا بهم. للأعلى من فوقهم. والآن بقوة لليمين. نينجا، أمسكوا بهم. علينا أن نستعيد الطائرات. زاحف، نحتاج إلى قوتك الخارقة. فتى القط، اتبعني. اقترب، ابقى ثابتاً. عضلات الزاحف الخارقة. مستعداً للهبوط أيها القبطان؟ مستعد حضرة القائد. هيا أجل. سأنال منكم في المرأة القادمة أيها المقنعون. سترون. نينجا، أخرجوني من هنا. كان ذلك رائعاً بوما. أنت أفضل قائد طائرة على الإطلاق. ربما في النهاية. هاي، انظرا، هذه باقي المركبات الطائرة. ولدينا الوقت الكافي لإعادتها قبل الغد. فلنهتف معاً نحن المقنعون، أنقذنا الموقف ونحن نائمون. كان هذا مذهلاً. لم يكن سيئاً، لكن لو كنت مكانه لترت بشكل حلقات ونفذت المناورة الحلزونية هكذا. حسناً، حان دوري الآن. برفق وتمهل. أحسنت صنعاً بوما. ماذا؟ توقفوا أيها المتطفلون. لقد فات الأوان. أيها الزاحف، أبطل صانع السكك. لا، تشبثي بي. سأتولى الأمر. عضلات الزاحف الخارقة. أرأيت روميو؟ أخبرتك نستطيع إيقاف مختبرك. مختبر الحبيب. أجل أجل أجل. لقد خسرت القطار، لكنني لن أخسرك يا مختبر الحبيب. لنعد هذا القطار أدراجه. سيسر جميع زوار مدينة الملاهي. سأهزمكم في المرة القادمة أيها المقنعون الصغار. لم يشكرنا على المساعدة حتى. لا تقلق يا زاحف، أنقذنا قطار الملاهي الطيار. فلنهتف معاً نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس دائمون. ياي، تعالوا. اقترب الوقت. ركبت القطار مرة، لكنني أريد ركوبه مجدداً. مرحباً. هاي، اركبوا قبلنا. حقاً؟ شكراً أمايا. سأنتظر. استمتعوا، القطار سريع.
أبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى كفى. وأنه منوط بإنقاذ أصدقائي، فلنهتف معا، نحن المقنعون. ماء. حقا ما زلت تكرهه؟ لا، هذا لا يعني أنني لن ألعب معكما. والآن الهدية الأخيرة. أحسنت، أصبحت بارعا جدا في ركوب لوح لونا. شكرا، وبعد أن أتقنت ذلك أحببته. ساعدتنا بالفعل لونا، لذا تستطيعين استعادة أشيائك. حسنا، عليكم الرحيل الآن، فعيد الميلاد انتهى بالنسبة إلي. اطمئني، لن نغادر الآن، هناك محطة أخيرة. جميلة؟ أعتقد، لكن عيد الميلاد انتهى الآن ولم أتلق أي هدية. بلى تلقيتي. زلاجات، لكنني لم أتزلج على الجليد من قبل. لا بأس، ولا أنا، لكننا سنتعلم. هيا دعينا نحاول. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا العيد والناس لائمون. أجل. هاي، ما الذي يجري؟ ها؟ الثلج يتفاقد في العيد. التقطوه بألسنتكم. مرحبا روميو، بفضل القبضة الخارقة أتحرك فوق الجليد أفضل منك. هراء، مختبري المتزلج صنع على يد عبقري وهو أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق أيها الساحر. لن تمسك بي. عضلات الزاهر الخارقة. لا، نلت منك روميو. أجل، حان الوقت لتحريركما أيها المقنعان. Thank you.
أجل! لقد أحسنت صنعاً، كانت خطتك رائعة! أجل، نعتذر لأننا لم نصغي إليك مسبقاً. كلا، إنها غلطتي أنا، حين تخطر لي فكرة جيدة علي التمسك بها. أين أنتم؟ يبدو أن روميو قد تجمد كلياً. أيها المقنعون الصغار المزعجون، تقومون دائماً بإفساد متعتي. سأهزمكم في المرة القادمة. حسناً، هناك الكثير من الجليد، ومن هو أفضل منا لإذابته قبل صباح الغد؟ فلنهتف معاً، نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس دائمون. لا جليد اليوم، أنذهب للحديقة؟ سنركب دراجاتنا، لكن من الأفضل أن... في الواقع، أنا لدي خطة لنذهب إلى حديقة الألعاب المائية. فكرة رائعة، هيا بنا. أوه، لابد أنني نسيت هذه. العثث، ستأتي أيضاً؟ هذا يلائمنا فعلاً. أجل، سأكون لطيفاً معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أعوان الآن، هذا ليس عدلاً. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. أنا آسفة، لن أستبدلك ثانية، ستبقين معي صحيح؟ كدنا نصل أيتها الفراشات. فلنهتف معا نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس دائمون. غريغ، أمايا، انظرا، إن كنت حذيرا ورقيقا. رائع، صح؟ انظر إلى الفراشات السخيفة. هاي، انتبه. هل كنت فظا؟ هاي، توقفي، أكره الدغدغة. توقفي. هذا لأنك كنت فظا معها، حاول أن تكون لطيفا. ماذا أفعل الآن؟ أصبح لديك أصدقاء جدد. حسناً، أعتقد أنها رائعة فعلاً. أنا آمرك، توقف مكانك روبيت، المعلم فانغ وكيك ماجي سيواجهانك. اترك روميو. مستحيل. انتهى الأمر. هل تريدونه؟ التقطوا. التقاط فلاسي فلاش الخارق، أمسكته. أحسنتِ بو، أعني فلاسي فلاش. وداعا أيها المقنعون الصغار. مرحبا، أنا روبيت، هل تريدون أن نصبح أصدقاء؟ أيها المقنعون الصغار، تركتموني بعيدا، رغم أنه كان بإمكانكم الطيران بي إلى هنا. روميو. روبوت، صديقي القديم، مسرور لأنك تتحدث إلي. الصداقة، أجل، ألا تحبون النهايات السعيدة؟ هلا حصلت على عناق؟ ربما، لكن بعد أن أعيد برمجتك حين نعود إلى المنزل. هيا لنذهب. حسن، بعد أن أعيد معدات ساحة اللعب. حسن، لا يتوقف المقنعون الصغار عن إعاقتي. مرحبا، أنا روبيت. فلنهتف معا نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس نائمون. رائع أننا استعدنا المعدات. قمت بعمل رائع البارحة، هل أناديك فلوسي فلاش؟ مسرور لأنك رفضت أن تكون الكلب سلوبي. سأكون سلوبي. أريد أن أكون سلوبي. أو أو، قلتها أولا، أنا كلب أفضل. أو أو، لا، أنا كلب أفضل. أو أو، لا، أنا أفضل. أو أو أو. قبضة الزاحف الخارقة. سمعت ماما قال
علينا أن نحصل على الجهاز. الآن إلى اليمين. بوما! سرعة القط الخارقة! الآن حاصرة! قفزة القط الخارقة! لنستخدم جناحي الخارقين، سنجعل الجهاز يطير من يده. رياح القوة! هذا ينجح! رفضة القوة! سرعة القط الخارقة! هيا! قطة الزاحف! بقوة أكبر! لا! أمسكتكما! نلتم مني هذه المرة أيها المقنعون! لكنني لا أحتاج إلى قواكم لأسيطر على العالم! سترون! إلى اللقاء روميو! سنعيد الآن الأشياء المسروقة إلى كوخ المدرسة! فلنهتف معاً! نحن المقنعون! أنقذنا الموقف والناس نائمون! مرحباً! كونر، أنا أقوم بحركة الدحرجة؟ أكيد! أعني إن لم يكن لديك مانع! لا أمانع! الدحرجة إلى الأمام ليست حركتي! وستكون ممتعة إن فعلناها معاً! أوبس! دوري! أوبس! أنتم جلبتم هذا لأنفسكم أيها المقنعون! ودعوا كتابكم الثمين! لا! قفزة القط الغارقة! أنت ثقيل للغاية! لا يمكنني حملك! شكراً زاحف! العفو! حالفك الحظ! لكنك تركت الباب مفتوحاً على مصراعي! نلت منكم مجدداً! نسيت أحدهم! أخرجني من هنا أيها الزاحف! ليس قبل أن أقوم بتأمين المكان وإغلاق الباب! والآن سأخرجك! أجل! لا أصدق أن زاحفاً كثير العطس هزمني! علي أن يبقى داخلاً بسبب عطاسه! إلا أن الزاحف جزء مهم من الفريق! هيا يا عثثي، لن تردعوني في المرة المقبلة أيها المقنعون الصغار! فلنهتف معاً نحن المقنعون! أنقذنا الموقف والناس نائمون! مسكين غريغ، ساعد في إنقاذ نسخة فلاسي فلاش، لكن عطاسه ساء! سيبقى في المنزل لفترة لنحرص ألا يشعر بالملل. مرحبا غريغ، كيف حالك؟ أنا بخير. البقاء في المنزل ممتع. لقد صنعت بطلا هزليا. انظرا، الفتى المدهش كثير العطاس. ينطلق للخلف بواسطة عطاسه الخارق. حسنا، حان دوري الآن. برفق وتمهل. أحسنت صنعا بوما. ماذا؟ توقفوا أيها المتطفلون. لقد فات الأوان. أيها الزاحف، أبطل صانع السكك. لا. واو، قطة الزاحف الخارقة، تشبثي بي. سأتولى الأمر. عضلات الزاحف الخارقة. أرأيت روميو؟ أخبرتك نستطيع إيقاف مختبرك. مختبري الحبيب. أجل أجل أجل. لقد خسرت القطار، لكنني لن أخسرك يا مختبر الحبيب. لنعد هذا القطار أدراجة. سيسر جميع زوار مدينة الملاهي. سأهزمكم في المرة القادمة أيها المقنعون الصغار. لم يشكرنا على المساعدة حتى. لا تقلق يا زاحف، أنقذنا قطار الملاهي الطيار.
فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا القطط والناس نائمون. ياي تعالوا، اقترب الوقت. ركبت القطار مرة لكنني أريد ركوبه مجددا. مرحبا. هاي اركبوا قبلنا. حقا؟ شكرا أمايا. سأنتظر. استمتعوا، القطار سريع. إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى. لا، حصلت عليه، إنه معي، ما علي سوى عكس أثره. أصلح الأمر يا صديقي. بسرعة أيها الزاحف، ساعدني، علينا التخلص من السحب. لا كذلك، عضلات الزاحف الخارقة. نجحنا، تلاشت جميع السحب وأنقذنا نور الشمس. أعدي هذا. لا. مغناطيسي، كيف سوف أستخدمه الآن؟ سأصلحه وأنال منكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. لقد نجحت، كنا واثقين. البلل ليس بالأمر السيء، لا سيما وأنه منوط بإنقاذ أصدقائي. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. ماء. حقا؟ ما زلت تكرهه؟ لا. هذا لا يعني أنني لن ألعب معكما. لقد أحبوا إيقاعك، يتجاوبون معه. محقا، يمكنني القيادة. 1، 2، 3، 4. يسار، يمين، استديروا، عودوا، اتخذوا التشكيلة الثمانية وتشقلبوا. محاربي نينجا، استعدوا. توقفوا يا محاربي نينجا. ماذا؟ محارب النينجا لي وليس لك. إنهم يتبعون أفضل إيقاع أيها النينجا. هذه القذائف اللاصقة ستوقف موكبك. إن لم أقد الموكب فلن يفعل أحد ذلك. والآن هيا تقدموا. قد لا أحتاج إلى طبل لأقود الموكب، لكنني سأمنعك من تحطيمه. أنتم تفسدون كل شيء أيها المقنعون. آسف نينجا، لكن هذا ليس موكبك، إنه لنا. والجميع يريده ملوناً ومبهجاً. ولهذا أوقفناك. ربما تمكنت من ردعي هذه المرة، لكن لن يكون سهلاً في المرة المقبلة. كان هذا أفضل موكب استيرادي. نعم تقريباً، لكنه سيكون أفضل غداً. صحيح أيها القط؟ أجل، لكن أولاً لنطل العوامات مجدداً ولنعد الأعلام إلى مكانها. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. بدأ الموكب الاستيرادي. 1، 2، 3، 4. اقفزوا، استديروا، اقفزوا، هيا. 1، 2، 3. حالما أضع العلم في قاعدتي ستصبح المدرسة ومقر المقنعين لي للأبد. ها؟ تأخرتم أيها المقنعون، هيا يا محاربي النينجا. النصر لي. يا
يبدو أنه سريع للغاية أيها الفتى القط. لا يمكننا أن نمنعه من الفوز. يؤسفني أن صديقكم الزاحف ليس هناك ينحني لنينجا الليل الفائز، لكن محاربو النينجا يستطيعون. ماذا يحدث؟ أين عالمي؟ لم تتوقع رؤيتي يا نينجا الليل؟ لكن هذا مستحيل، لقد كنت عالقاً إلى أن جاء صديقاي وتركاني هنا على السطح، وبخاصية التخفي أمسكت بالعلمين بسهولة. بالإذن، علينا أن نضع العلمين على قاعدتنا. المقنعون الصغار يفوزون. هذا خطأكم يا نينجا، أنتم لا تستحقون مدرسة نينجا الليل الليلية، طلاب سيئون. نجحت أيها الزاحف، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. أنا لا أرى شيئا، أتسمعه؟ لا، الأمر ليس سهلا من دون نظرك الثاقب وأذني. قد لا تكون لدي حاسة خارقة، لكنني ما زلت أشعر بأنني سأفوز. تضغطه، غريغ هو الفائز. أنت الأفضل في هذه اللعبة. أجل، أثبت ذلك لمرتين. شكرا لكما، لكنكما لا تزالان أفضل صديقين على الإطلاق. الوزن ثقيل، اقفزوا جميعا الآن. مما تخافون؟ أنتم نينجا، ستكونون بخير، اقفزوا الآن. لا، يريدهم أن يقفزوا. علينا أن ننقذهم. أمسكت بك. أنت بخير؟ حسناً حسناً يا محاربي النينجا، أنا أعتذر، ربما كنت منفعلاً قليلاً. هيا هيا. أنا أحبكم أيضاً يا محاربي النينجا. أنت رقيق جداً. هذا يكفي، هيا بنا. إلى اللقاء. لنعد العربة إلى المتحف الآن، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. من الرائع أننا سنذهب في الرحلة. أجل، وقال الأستاذ إنه يمكنني أن أكون قيدة أيضا. هيا يا أتباع أمايا. أتباع أمايا؟ أنا أمزح. أنا السبب في حصولي لونا على سيارة كاميرون، تركتها خارجاً طوال الليل. لا بأس زاحف، سنساعدك في استعادتها. وأعرف كيف سأستعيدها. أمسكين أرنبتي. هاي، هذا لي. السيارة وسنعطيك إياه. حسناً، سأهزمكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. زاحف، سأذهب في جولة بسيارة كاميرون سريعة جداً. حسناً، شكراً. يا للروعة. أوبس، قوان خارقة، هذا ذنبي. سنتمكن من إصلاحها قبل الغد، فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون.
سيارتي؟ آسف، أنا السبب في ضياع سيارتك، لكنني وجدتها. شكراً لك، آسف لأنني غضبت منك. ماذا حدث للبوق؟ يبدو مختلفاً. كسرته، كان ذلك خطأي أيضاً، لكنني أحضرت بوقاً جديداً. لقد أعجبني، إنه رائع. الفتى القط مستعد؟ مستعد. رياح البوم الخارقة. بذوري! سخيفة! سيطرت على جميع البذور! حقاً؟ شاهدوني وأنا أزرع المزيد! لنجرب فكرتك! النباتات العادية تحب الضوء والماء! لن تحب هذه النبتة السيئة ذلك! أكيد! الأمر ينجح. لا، أيها المقنعون الصغار، سأعود. نجحنا، فلنهدف معا. نحن المقنعون أنقذنا الموقف ولسنا غائبون. جائزة أفضل زهرة دوار الشمس لي أمايا. أجل. واو، أريد أن أشكر صديقي على نصائحهما. رائع معرفة كمية الماء المناسبة والإضاءة الملائمة. فعليا هذه الكأس لكما. أجل أبطال. أنت مجددا؟ لن تشتت انتباهي هذه المرة. قفزة القط الخارقة. تأخرتم كثيراً أيها المقنعون، سأضرب المدينة كلها بأمواجي. لا، إنها حفلة أيها المقنعون. فلنستمتع. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا؟ هي، نجحت زاحف. كيف وصلت إلى هناك؟ ما زلت بطيئاً. قد أكون بطيئاً، لكن لأن انتباهي لم يتشتت تمكنت من الوصول بسرعة. أجل! أجل! لا مزيد من البط! واو! رقصة الزاحف! رقصة الزاحف! هيا زاحف! هيا زاحف! رقصة الزاحف! أكره رقصة الزاحف! أكرهكم أيها المقنعون! سأنال منكم يوماً! سأنال منكم! فلنهدف معاً! نحن المقنعون! أنقذنا الموقف والناس نائمون! مرحباً. مرحباً. هل أحضرت كرتك؟ أرنا تلك الخدعة. بالتأكيد، لكن لاحقاً، حان وقت دراستي الآن. محق، أحسنت لأن انتباهك لم يشتت. شكراً. لنضرب كفوفنا ببطء. أجل. الإعصار الدوار. نجحت. لننقذ المسابقة. ماذا؟
تعلمين؟ لديك حس رائع بالإيقاع. حقاً؟ أتعني ما تقول؟ أعني ذلك، أرينا حركاتك. اقفزي ثم اختمي بحركة الإعصار الدوار. آه أجل، أحب ذلك. انظري إليهما، الفتى القط بارع في أداء حركة الدوران. لنعد المعدات إلى المدرسة. الفتاة الأولى تستمتع بوقتها، وعلى الأرجح لن تمانع ذلك. لنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الحفلة والناس نائمون. تحسن أداؤك فعلا. شكرا. واو، حركة رائعة كونار. أظنني تعثرت. أو تعلمون، سأسميها الانزلاقة الدورانية الشهيرة. تدور، تتعثر، تستمر بالدوران. أتريدون التجربة؟ أجل أنا. مستعدون؟ واو، كانت تلك حركة خارقة بالفعل. أجل، لا أعلم ماذا حدث لي. شعرت فجأة بأنني أقوى من أي وقت. هذا لأنك أردت إنقاذنا من الخطر واستعملت كل نقاط القوة الخارقة لديك. محقان. أعد الوسام لي، إنه ملكي. لن يكون لك أبداً. لكن أنا من حطم الصخرة ورميتها على مقركم الرئيس. أنت رميتها، لكن زاحف من حطمها بقوته الخارقة. هذا غير منطقي. كيف يعقل أن يكون الزاحف أقوى مني؟ لأن القوة الحقيقية نابعة من اهتمامك بأصدقائك. أين التسلية في ذلك؟ لا بأس، احتفظوا به، لكنني سأعود في وقت غير متوقع أيها المقنعون. محاربي نينجا، سأرسلكم مجدداً إلى المعبد الجبلي لمزيد من التمرينات. أنت تستحق الوسام عن جدارة. شكراً، لكنه من مكان بعيد وهو مرتبط بأسطورة. من يحتاج إلى وسام على أي حال؟ سأضعه في المتحف ليراه الجميع. رائع، وربما هناك طريقة أخرى لإثبات قوتك مجدداً. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لابد أن الذي حطم تلك الصخرة قوي جداً. من الذي فعلها؟ إنه اللغز. قلصنا كل العثاث. لن أحصل على جميع الطوافات، لكنني سأخذ المفضلة لديك أيها الزاحف. لوحة لونا. لقد نلنا منك لونا. أتظنون أن بضع علب ستوقفني؟ لابد أنني قلصت عقولكم أيضا. ابتعد عني يا ذيك الحبش العملاق. صنعاً، لكن كيف سنعيد ذلك الطائر العملاق؟ حسناً، سأتوقف عن اللهو بجهاز التكبير، وحان الوقت لإعادته إلى المقر الرئيس وترتيب المقر. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. يبدو المكان رائعاً. استغرق هذا وقتاً، ولكن الآن عاد كل شيء إلى مكانه. انتحار. على الأقل وجدت كاميرتي.
أنتم لتشهدوا انهيار برجكم الصغير. لن يحدث هذا أبداً. أيها الفتى القط، استعد للطيران واتبعني. حين أقول هبوط، ادفع الذراع للأمام بقوة. هبوط! أمسكوا بهم! للأعلى من فوقهم! والآن بقوة لليمين! نينجا، أمسكوا بهم! علينا أن نستعيد الطائرات! زاحف، نحتاج إلى قوتك الخارقة. فتى القط، اتبعني. اقترب، ابقى ثابتا. عضلات الزاحف الخارقة. مستعدا للهبوط أيها القبطان؟ مستعد حضرة القائد. هيا سأنال منكم في المرأة القادمة أيها المقنعون. سترون. نينجا، أخرجوني من هنا. كان ذلك رائعاً بوما، أنت أفضل قائد طائرة على الإطلاق. ربما في النهاية. هاي انظرا، هذه باقي المركبات الطائرة. ولدينا الوقت الكافي لإعادتها قبل الغد، فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ونحن السائقون. كان هذا مذهلاً. لم يكن سيئاً، لكن لو كنت مكانه لترت بشكل حلقات ونفذت المناورة الحلزونية هكذا. لا أيها الروبوت، انتظر، توقف. مرحبا. يبدو أننا استفدنا من كتاب فلاسي فلاش في النهاية. استيقظ يا قطعة الخردة المعدنية. شكراً يا سيدتي، أشعر بحال ماذا؟ أفضل. البومة ليست سيدتك بل أنا سيدك. إن البومة عبقرية. يا للعجب، يبدو أن الوقعة قد جعلت الروبوت أكثر ذكاءً. روميو، أجل، أحسنت أيها الروبوت، والآن أمسك بذاك الشرير. أنزلني. أعد الكتب كما كانت. هذا رائع، كتاب القصص خاصتي. يبدو أن كتاب فلاسي فلاش ليس سيئاً جداً. روميو، أتحب القراءة حقاً؟ ماذا؟ لا. فلاسي فلاش، أركلي ودمري. أوج. لقد أفسدتم خطتي هذه المرة أيها المقنعون الصغار، لكني سأعود. روميو، لا تقلقوا، سأمسك به. ماذا؟ أحسنت أيها الروبوت، والآن سنعيد هذه الكتب. أجل، ليتمكن الجميع من قراءة قصصهم المفضلة. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحى، لقد استعدنا كتبنا. بوصينا العودة لقراءة القصص. انظروا، إنه كتاب فلاسي فلاش. أتريدين قراءته أمايا؟ لا، سأقرأ هذا الكتاب اليوم، إنه عن البوم. قط وسحلية على عصا القفز الكبيرة، سيكون هذا عرضا مسليا. حقا؟ راقب حركات الزاحف. ماذا؟ مهلا، أصبحت الآن بارعا في استعمالها. إنها ملكي. نجح الأمر. أين أنتما؟ حان دوري الآن. أعيدها إلي. حسنا إذن. استعدها الآن أيها القط. هاي، ابتعدا عني، توقفا أيها المزعجان المقنعان. الآن بوما. أحسنتما عملاً. وأحسنت في استعمال العصا،
زاحف، أنت الأروع أكيد. هذا ليس عدلاً. لا أريد التجول على قدمي بعد الاستيلاء على العالم. ربما يجدر بك أن تجرب عصا القفز. كن حذراً، الأمر صعب إن لم تكن سحلية متمرسة. لا يهم أيها المقنعون، فهي عصا القفز خاصتي، لذا سأقفز عليها بالطريقة التي أشاء. حسناً، علينا إغلاق هذه الفتحة قبل النهار. سنساعد. ماذا سنفعل؟ شكراً، لكن أنا المسؤول عن انهيارها، لذا سأصلحها بنفسي بسرعة القط الخارقة. فلنهدف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. كان ذلك وشيكاً. جرب مجدداً. لا، سأدع غريك يجرب. أو حسناً. والآن الهدية الأخيرة. أحسنت، أصبحت بارعاً جداً في ركوب لوح لونا. شكراً، وبعد أن أتقنت ذلك أحببته. ساعدتنا بالفعل لونا، لذا تستطيعين استعادة أشيائك. حسناً، عليكم الرحيل الآن، فعيد الميلاد انتهى بالنسبة إلي. اطمئني، لن نغادر الآن، هناك محطة أخيرة. جميلة؟ أعتقد، لكن عيد الميلاد انتهى الآن ولم أتلق أي هدية. بلى، تلقيتي زلاجات، لكنني لم أتزلج على الجليد من قبل. لا بأس، ولا أنا، لكننا سنتعلم. هيا دعينا نحاول. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا العيد والناس نائمون. أجل. هاي، ما الذي يجري؟ ها؟ الثلج يتفاقد في العيد. التقطوه بألسنتكم. مرحبا روميو، بفضل القبضة الخارقة أتحرك فوق الجليد أفضل منك. هراء، مختبري المتزلج صنع على يد عبقري وهو أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق أيها الساحر. لن تمسك بي. عضلات الساحر الخارقة. لا، نلت منك روميو. أجل، حان الوقت لتحريركما أيها المقنعان. أجل، لقد أحسنت صنعاً، كانت خطتك رائعة. أجل، نعتذر لأننا لم نصغي إليك مسبقاً. كلا، إنها غلطتي أنا، حين تخطر لي فكرة جيدة على التمسك بها. أين أنتم؟ يبدو أن روميو قد تجمد كلياً. أيها المقنعون الصغار المزعجون، تقومون دائماً بإفساد متعتي. سأهزمكم في المرة القادمة. حسناً، هناك الكثير من الجليد، ومن هو أفضل منا لإذابته قبل صباح الغد؟ فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لا جليد اليوم، أنذهب للحديقة؟ ساعة
سنركب دراجاتنا، لكن من الأفضل أن... في الواقع أنا لدي خطة لنذهب إلى حديقة الألعاب المائية. فكرة رائعة، هيا بنا. أوه، لابد أنني نسيت هذه. أوه، العثث ستأتي أيضاً؟ هذا يلائمنا فعلاً. أجل، سأكون لطيفاً معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أعوان الآن، هذا ليس عدلاً. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. أنا آسفة، لن أستبدلك ثانية، ستبقين معي صحيح؟ كدنا نصل أيتها الفراشات. فلنهتف معا نحن المقنعون. انقذ الموقف والناس لائمون. غريغ، أمايا، انظرا، إن كنت حذرا ورقيقا. رائع صح؟ انظروا إلى الفراشات السخيفة. هاي انتبه. هل كنت فظا؟ هاي توقفي، أكره الدغدغة. توقفي. هذا لأنك كنت فظا معها، حاول أن تكون لطيفا. ماذا أفعل الآن؟ أصبح لديك أصدقاء جدد. حسناً، أعتقد أنها رائعة فعلاً. كان وشيكاً. شكراً بوما. العفو. آسف لتصرفي بلؤم معك. وأنا كذلك، تحمسنا كثيراً. إنه ذنبي، آسفة جداً لأنني حولت كل شيء إلى منافسة، لأنني أردت الفوز طوال الوقت. ابتعدي عني أيتها الدمية السخيفة. لونا لا تستسلم، أعتقد أن علينا التوقف عن التنافس والفوز بهذا معاً. أجل. والآن ماذا كنت أفعل؟ أجل، هل أنت مستعدة لجولة أخرى؟ انظري إلي هنا. ماذا؟ أجل، أعدي هذا. حصلت عليها، انتهت اللعبة لونا. أنتم أيها المقنعون تفسدون كل شيء. توقفي أيتها العثث، الجميع فائز، اتفقنا؟ لو حلونا، أخرجني من هنا، سأفوز في المرة المقبلة أيها المقنعون. يبدو أنها سئمت من محاولة الفوز مثلي. والآن علينا أن نعيد الدمى. من يحمل دمى أكثر هو الفائز. أنسى. لنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس لائمون. مرحبا كاميرون، وجدنا الصفارة. رائع، شكرا. أمايا، أنت مستعدة؟ بالتأكيد يا فريقي، لنلعب. ذلك الصوت، صندوق الصوت خاصتي، احذروا أيها الصامتون الحمقى، كاد أن يتحطم. لا يمكنك الفوز راميا. ها؟ يا للهول، تتكلم بصوتي. ها؟
وأنا لا أتكلم بصوتي. كلا، تتكلمين بصوتي. ماذا؟ هذا لا يعقل. أتكلم بصوت زاحف. هكذا أفضل بكثير. أنتم جميعاً حمقى. أنا خلفك. في الواقع أنا هنا. كلا، أنا هنا. هنا 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 هنا. توقف. هنا 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 هنا. أنا هنا هنا. أي زر أضغط؟ أتكلم بصوتي مجدداً وليس صوتك. هاي، أخبرني ما خطب صوته. أنا استعدت صوتي. وأنا استعدت صوتي. أجل. أعيدوا لي صندوق الصوت خاصتي. صندوق الصوت. أو لا، أنا أفقد صوتي. أعتقد أنه لا مزيد من سرقة الأصوات يا روميو. لنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. ظننت أن إلقاء القصيدة أمامكم أمر صعب جداً. ظننت أنكم ستسخرون مني، لكن الأمر سهل، والآن انتهيت. أحسنت غريغ. صوتكما. لا، كنا نمزح. أهلاً بكم في أفضل برامج النينجا التلفزيونية. لن تصدقوا ما سترون. انتهى العرض. سلم السيف. انسى الأمر، ما دام السيف معي لا فرصة أمامكم للفوز. إياك أن تسحب السيف أيها النينجا، وحده المعلم يفعل ذلك. لا، حافظ على هدوئك. مرحباً، لما لا يسمح لكم باستخدام السيف؟ ربما لستم بارعين بما يكفي. إنه بارع، صحيح؟ ماذا؟ كلا، غير صحيح. أنا فقط أفضل منكم في استخدامه. لا، توقفوا، 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 ابتعدوا عني. لا، سيفي. توقف عن تصويرهم، أنا نجم العرض. كفوا عن الصراخ أيها المحاربون، أنتم تشعلون غضبي. أحسنتما صنعاً، فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لنرى إن عاد برنامج المعلم. أهلاً بكم مجدداً يا محبي المعلم فانك، وشكر خاص لمن أعاد لي سيفي. أياً كان هو. لم تتقن تلك الحركة، لكن لا تغضب. أجل، لا داعي للغضب إن أخطأ، صحيح؟ سأتابع المحاولة حتى أتقنها. والآن سأطفئ شمعتي. ما هذا الضجيج؟ تذكرا، الفائز من يدخل أولا. أنا الفائز. ماذا يفعل أولئك المقنعون الحمقى؟ مهلا، أهذه إحدى ألعاب الحفلات؟ هيا، جولة إضافية. أنا في مركبة الزاحف، إذن أنا الفائز. ماذا؟ شكرا أيها الفتى القط. كفى يا محاربي النينجا، هذا ليس مضحكا. اذهبوا، سأريكم يا مفسدي الحفل. التنظيف التلقائي. أكنت ستفجر الكعكة داخل المركبة بدون تنظيف؟ فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. هذا الحفل رائع بالفعل غريغ. شكرا. بالونات المعلم فانغ، ظننتك تفضل السحالية أكثر. هذا صحيح، لكن هذه لك. واو، شكرا غريغ، سأحتفظ بها لعيد ميلادي. سأقيم حفل المعلم فانغ، هل أخبرتكما؟ مع كل ما يخص المعلم فانغ، من زينة وقالب الحلوى وألعاب الموسيقى و
صالونا جيدا، ستجده بعد مدة طويلة. لنعد كاميرون لفراشه آمنا. فلنهتف معا نحن المقنعون. أو آسف، لا مزيد من اللهو. أنا قلنا الموقف والناس مرحبا كاميرون، ماذا تفعل؟ لا شيء، أعني الأمر صعب جداً. أجل، دعني أعلمك. انظر، إنها تمشي. هاي، أنا أشم رائحة بسكويت. توقفي، أوقفها أيها الروبوت. لا يمكن لأحد الهرب من شعاع لونا، ولا حتى أنت. هذا صحيح. العثاث لونا، روميو، الروبوت منشغلون الآن. حان الوقت للخطوة التالية. عضلات زاحف الخارقة، أمسكتم. لا يمكنني تصويب الليزر بدون التلسكوب. حسناً، لا مزيد من الضحك. هيا ابتعدي. هاي، انتبه إلى خطواتك أيها المختبر المتنقل. أحضر التلسكوب أيها الروبوت. فات الأوان أيها الروبوت. سرعة القط الخارقة. نجحنا. لا يمكنني الحساب، لا يمكنني الحساب. مستحيل. انقضى الأمر روميو، لا يمكن للتلسكوب مساعدتك. لقد هزمناك. كل خطوة على حدة. لا يزال لدي جهاز ليزر الفضاء. ماذا تفعلين؟ اتركي. إن كان هذا ما تريد. لا، ستدفعون الثمن لاحقاً أيها المقنعون الصغار. انتظرني سيدي. هاي لونا، نعمل بشكل رائع معا، انضمي الينا. كان ممتعا، سنغادر الان. الى اللقاء ايها المقنعون. حسنا، انتهينا. ليس بعد. صحيح، يجدر بنا اعادة التلسكوب الى مكانه. فلنهتف معا، نحن المقنعون. انقذنا الموقف والناس نائمون. أنجزت كل جزء على حدة، وأنهيت نموذج المجموعة الشمسية. انظرا. واو، عرض إضاءة مذهل. أشبه بالخيال. راقبوني بينما أهرب من هنا. مهلا، إلى اليسار. نفذ أوامري أيها المختبر الأخرق. أصبح روميو أخرق يعجز عن الهرب. لكن كيف سنوقفه؟ وجدتها. عندما جربنا ألا نتصرف بخراقة، تفاقم الأمر وتسببنا بارتطام السيارة. صحيح. لذا علينا استغلال خراقتنا. القبضة المنزلقة، الترنح، وكثرة التعثر. إنها أشبه بقوة خرقاء. رائع. مختبره يتحرك وليس مستقراً، لذا علينا توقيت الأمر بدقة. إنه قادم. جاهزان؟ انطلقا. قبضة الزاحف المنزلقة. القط سريع التعثر. هو الترنح. قبضة الزاحف المنزلقة. مرحى. Woo!
عالم مفعول الشعاع. مهلا بوسع السير في خط مستقيم. لقد أفسدتم كل شيء أيها المقنعون. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس الغيور. رائع رؤية معرض علمي عادي وليس تجربة علمية جنونية. أما يا كونر، يقول المعلم إن علينا نقل بركاننا إلى هناك. سأتولى الأمر، عد إلى طبيعتي، لذا سأسيطر على الأمر. حسنا، ربما لست طبيعيا. أنا آمرك توقف مكانك روبيت، المعلم فانج وكيك ماجي سيواجهانك. اترك روميو. مستحيل. انتهى الأمر. هل تريدونه؟ التقطوا. التقاط فلاسي فلاش الخارق، أمسكته. أحسنت بو، أعني فلاسي فلاش. وداعا أيها المقنعون الصغار. مرحبا أنا روبيت، هل تريدون أن نصبح أصدقاء؟ أيها المقنعون الصغار تركتموني بعيدا، رغم أنه كان بإمكانكم الطيران بي إلى هنا. روميو. روبوت صديقي القديم، مسرور لأنك تتحدث إلي. الصداقة. أجل، ألا تحبون النهايات السعيدة؟ هلا حصلت على عناق. ربما، لكن بعد أن أعيد برمجتك حين نعود إلى المنزل. هيا لنذهب. حسن، بعد أن أعيد معداتي ساحة اللعب. حسن، لا يتوقف المقنعون الصغار عن إعاقتي. مرحبا أنا روبيت. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. رائع أننا استعدنا المعدات. قمت بعمل رائع البارحة، هل أناديكي فلوسي فلاش؟ مسرور لأنك رفضت أن تكوني الكلبة سلوبي. سأكون سلوبي. أريد أن أكون سلوبي. أو أو. قلتها أولا، أنا كلب أفضل. أو أو. لا، أنا كلب أفضل. أو أو. لا، أنا أفضل. أو أو أو. قبضة الزاحف الخارقة. سمعتما ما قاله، علينا أن نحصل على الجهاز. الآن إلى اليمين. بوما. سرعة القطة الخارقة. الآن حاصرة. قفزة القطة الخارقة. لنستخدم جناحي الخارقين، سنجعل الجهاز يطير من يده. رياح القوة. هذا ينجح، رفضا القوة. سرعة القط الخارقة، هيا. قطة الزاحف بقوة أكبر. لا. لكنني لا أحتاج إلى قواكم لأسيطر على العالم، سترون. إلى اللقاء روميو. سنعيد الآن الأشياء المسروقة إلى كوخ المدرسة. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. مرحبا. كونر، أنا أقوم بحركة الدحرجة؟ أكيد، أعني إن لم يكن لديك مانع. لا أمانع، الدحرجة إلى الأمام ليست حركتي، وستكون ممتعة إن فعلناها معا. أوبس. دوري. أوبس. أنتم جلبتم هذا لأنفسكم أيها المقنعون، ودعوا كتابكم الثمين. لا. قفزة القط الخارقة. أنت ثقيل للغاية، لا يمكنني حملك. شكرا زاحف. العفو. حالفك الحظ، لكنك تركت الباب مفتوحا على مصراعيه. نلت منكم مجددا.
نسيت أحدهم. أخرجني من هنا أيها الزاحف. ليس قبل أن أقوم بتأمين المكان وإغلاق الباب. والآن سأخرجك. أجل! لا أصدق أن زاحفاً كثير العطاس هزمني. علي أن يبقى داخلاً بسبب عطاسه، إلا أن الزاحف جزء مهم من الفريق. هيا يا عثثي، لن تردعوني في المرة المقبلة أيها المقنعون الصغار. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف وناجحون. مسكين غريغ، ساعد في إنقاذ نسخة فلاسي فلاش، لكن عطاسه ساء. سيبقى في المنزل لفترة لنحرص ألا يشعر بالملل. مرحبا غريغ، كيف حالك؟ أنا بخير. البقاء في المنزل ممتع. لقد صنعت بطلا هزليا، انظراه، الفتى المدهش كثير العطاس، ينطلق للخاس بواسطة عطاسه الخارق. المقنعون الصغار موجودون عند الشجرة الموجودة خلفكم، انزلوا القطط لنذهب إليهم. توقفي يا قطع الخردة، أنا بصدد الخروج، إنه كمين. حسناً أيتها القطط، سنستخدم اختراعاتكم. مرحباً. ها هم البقية، لنأخذ مواقعنا. هيا يا روبوتات. إلى ما يخطط المقنعون المزعجون؟ الروبوتات تكره الماء. والآن إلى الأخير، سرعة القط الخارقة. أمسك بذلك القط روبوت. لا لا لا، ابتعد عني. نجحنا، جهز عضلات الزاحف. لكن إذا ما أزلت شيء الوامض ستختفون. لن نختفي، بل سنعود كفتى قط واحد. هذا فريق، افعلها زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. نعم. سأنال منكم أيها المقنعون، لقد قضيتم على روبوتاتي لكنكم لن تتخلصوا مني مطلقا. لنحتفظ بهذا مع الآخر، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. كل شيء عاد كما كان، وأنت عدت إلى طبيعتك. أكيد. والآن ماذا سنلعب اليوم؟ ما رأيكما بكرة السلة؟ كرة القدم، أحب كرة القدم، لنلعبها. فلتقررا بدلا مني. أنا الأفضل، من غيري يستطيع سيقة نموذج ديناصور ضخم وجعله يطير. ما كان عليك فعل ذلك راميا، هيا لنعيد. هذا محال. أولا سأخيف الناس بهذا الديناصور، ثم سأستخدم بقية الديناصورات لإخافة الجميع في كل مكان حتى أسيطر على العالم أجمع. سنمنعك روميو. أحقا؟ حاولوا منع هذا. لقد أفزعنا القط الصغير، لنحلق الآن في السماء. حلق حلق. لدينا قط آخر لإفزاعه، سيكون ذلك تمرينا جيدا لمواجهة التالية مع أولئك المقنعين. اقترب أيها القط الصغير. ابتعد أيها القط، أنت تحجب الرؤية. لا أحب القطط. قطط؟ بسرعة، لنباغت روميو قبل إصلاحه لزاحف المجنح. أولاً عليك أن تعتذر لي عما حدث في المتحف. لقد اعتذرت أيتها البومة، كانت مجرد مزحة. لا بأس، أمسك به وحدي. انتظري.
لنقفز قبل إقلاعه. مستعد؟ 3، 2، 1. لا، انتظر، خط الخارقة. سأنال منك روميو. النظرة الثاقبة. ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. مرحى، عدت كبيرا الحاج. عضلات الزاهد الخارقة. أجل، محاربي نينجا، أحضروا الجهاز. لا، أيتها البومة، تولى السيطرة. مدهش، الجهاز يضاعف الحجم. أحسنتما أيها المقنعان، والآن علينا إعادة كل شيء كما كان. الآن لنقلص المقلص إلى أن يختفي بالكامل. مرحبا، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. وصلت إلى الطول المناسب دون شك، لذا ستلعب في منطقة الكبار. أجل، لكن سألعب معكما إلى أن تتمكنا من اللعب معي. هيا لنذهب إلى القارب الدوار قبل أن يكبر حجمي. هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جداً. عرفت، علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك، فتى القط، استعمل سرعتك، وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة فردة. والآن لنقب كرة القمر. عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟ لا 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 لا. مرحى، مرحى، لقد نجحنا. أجل، هيا. كرة القمر، يا للروعة، نجحنا. لكن الألعاب مبعثرة في جميع الأرجاء. علينا أن نجمعها ونعيدها إلى مكانها. ماذا؟ لا، ألعابي، لكنها ملكي، 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 إنها لي. توقفي، لقد تعبت في سرقة هذه الأشياء، وقد ثقبت بكرة القمر خاصتي. خذي، يمكنك أن تأخذي كرتنا إن أردت. ها؟ ما فائدة كرة صغيرة كهذه؟ أعتقد أن هذا رائع بعض الشيء. سأترك هذا لها. والآن دعونا نعد هذه الأشياء إلى مكانها. اهتفوا بهمس. أنقذنا الموقف والناس نائمون.